10 دقائق لعب في هذا الشوط الاول. دائما التعادل هدف لهدف. ونذكر ان معين الشعباني في الفتره الاولى شكيب كان اجرى تغيير بدخول غيلان الشعلاني مكان سعد بكير، ويبقى بنفس الرسم التكتيكي 4-2-3-1، هو نفس الرسم التكتيكي لمدرب النادي الافريقي شهاب بليلي. وتواصل الحوار بين الشعباني وشهاب بليلي، يتواصل الدربي رقم 129 بين الترجي والنادي الافريقي. يتواصل الدربي ويتواصل التعادل. تابع هذه العمليه طيب مزيان حلوه برشا. حط كورة على الجهه اليمين، التوزيع اختيرة. جول 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 جول. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي بامضاء ياسين الخليسي، 2-1. قلنا بدايه مشوقه في هذا الشوط الثاني من دربي العاصمه 129. الترجي ينجح في مضاعفه النتيجه. شوفوا الاعاده، طه ياسين الخنيسي في القائم الثاني بعد توزيعه مليمتريه من يوسف الديلي. شوف 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 طه ياسين الخنيسي في القائم الثاني. هاي اعاده من زاويه اخرى، البنيلي يرفع، الخنيسي يطلع ويحط الكره في شباك سيف الشرفي. 2-1 رفقي لصالح الترجي. بداية قوية، 10 دقائق لعب فقط في هذا الشوط الثاني من دربي العاصمة. 2-1 للترجي. ومرة أخرى الصناعة